السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير، وياكم الطالب فضل الله ناجح حسين، طالب في كلية الطب المرحلة الثانية في جامعة جابر بن حيان للعلوم الطبية والصيدلانية. إن شاء الله طلاب اليوم راح نشرح محاضرة الهيموستاسيس and body fluid. محاضرة حلوة خفيفة سهلة لطيفة، بعدنا بداية السنة، فمحاضرة جميلة إن شاء الله. عبارة عن أساسيات راح نتعمق بها المحاضرة بعدين بالمراحل الجاية. Learning objectives، شنو الأشياء اللي راح نتعلمها لما نكمل هاي المحاضرة؟ By the end of this lecture, the student should be able to، نهاية هاي المحاضرة لما نكمل هاي المحاضرة سوية، المفروض احنا لدينا الأشياء اللي هسه راح نعددهن كلهن نعرفهن نفتهمين، وهاي شنو ذي شنو هاي شنو. أوكي، أول شي شنو عندنا؟ أول شي عندنا ال understand what hemostasis. hemostasis شنو يعني hemostasis؟ هسه راح نجي ونعرفه شنو hemostasis، شنو يسوي، وتفاصيله كاملة. ثاني شي know the daily water intake input and output. ثاني شي راح نعرف بهاي المحاضرة شقد كمية الماء اللي مفروض ندخلها جسمنا input and output، نخرجها من جسمنا. ثالث شي know the body fluid compartment extracellular and intracellular and differentiate them. ثالث شي شنو راح نعرف بهاي المحاضرة؟ راح نعرف انه شنو compartment، شنو هي مجاميع السوائل اللي بالجسم، body fluid عندنا extracellular وعندنا intracellular، وراح شنو differentiate them between them، يعني راح نميز بيناتهم. راح ناخذ extracellular على حدة، وراح ناخذ الانتراسيلولار على حدة، وراح نقارن بيناتهم، وراح نعرف هاي شنو هاي شنو، شنو الفرق بيناتهم. Now the body volume، حجم الدم اللازم اللي موجود بجسم كل انسان طبيعي، افريج المعدل يعني او المتوسط، مال حجم الدم بجسم كل انسان ايش قد، هماتين راح نعرف وراح ندرس بهاي المحاضرة ونعرف النسب الصحيحة. شنو بعد راح نعرف؟ understand the basic principle of osmosis. osmosis اللي هي هذا المصطلح هو مار عليكم اصلا اوريدي بالسادس، اعتقد بالسادس مار عليكم مرحلة الاعدادية، رابع خامس، فمصطلح اللي هي نفسها الاسموزية، مصطلح الاسموزية. ان شاء الله بالمحاضرة هاي راح نشرح الاسموسيس، الاسموزية على حدة ان شاء الله بنهاية المحاضرة، قريب نهاية المحاضرة، وراح نفصله تفصيل حلو جميل، وان شاء الله الكل راح يكون فاهم ومستوعب شنو الاسموسيس. شنو بعد هم ما ترى راح نعرف اخير اثنين اشياء، differentiate osmolality and osmolarity. osmolality and osmolarity، شنو osmolality شنو osmolarity، شنو الفرق بيناتهم؟ ان شاء الله بنهاية المحاضرة راح نشرحهن واحدة واحدة، او قبل نهاية المحاضرة راح نشرحهن واحدة واحدة اثناء المحاضرة، وراح نوضح كل وحده وشنو تفاصيلها. اخير شيء شنو راح نعرف؟ understand how edema occur both extracellularly and intracellularly. شنو يعني edema؟ شلون تحدث extracellularly، شلون تحدث intracellularly، راح ناخذه ايضا ان شاء الله ضمن هذه المحاضره. قبل لا نبلش طبعا هاي بالتسلسل راح نمشي بهن وحده وحده، اول شيء راح نبلش بهن what is، understand what hemostasis is. قبل لا نبلش واعطيكم تعريف على الهيموستاسيس، خلينا ناخذ في المعلومات عامة وبسيطة خفيفة جدا. احنا شنو عندنا؟ عندنا environment of the body. شنو يعني environment of the body؟ يعني البيئات مال الجسم. زين احنا كم بيئة عندنا؟ عندنا بيئتين، خلينا نجي عليهم. البيئة الاولى اللي هي external environment، البيئة الخارجية، وعندنا شنو هماتين؟ internal environment. تمام، الاكسترنال انفايرمنت راح ناخذها بصوره سريعه جدا. شنو الاكسترنال انفايرمنت؟ بكل بساطه اللي هي البيئه الخارجيه اللي احنا بيها. هسه انا قاعد بالغرفه، انت قاعد بالغرفه جاي تتابع، صح لو مو صح؟ الغرفه هي بيئه خارجيه بالنسبه لجسمك، صح لو مو صح؟ صح. زين شنو عندنا ثاني شيء؟ الانترنال انفايرمنت اللي هي اكسترا سيلولار فلويد. اكسترا سيلولار فلويد شنو يعني؟ يعني تشوفون يجوز هسه مصطلح هوايه مرات راح تشوفوه بالمحاضرات القادمة وحتى بهاي المحاضرة، الاي سي اف
اللي هو اكسترا سيلولار فلويد. زين شنو انت الاكسترنال سيلول الاكسترنال عفوا انفايرمنت عرفناه. زين الانترنال انفايرمنت شنو؟ اللي هي البيئه اللي يصير داخل الخليه داخل الجسم عفوا البيئه اللي يصير داخل الجسم نقدر نسميها انترنال انفايرمنت ونقدر نسميها شنو؟ اكسترنال سيلولار فلويد. تمام زين شنو عندنا احنا بهاي الاكسترنال سيلولار فلويد؟ شنو موجود احنا عندنا بجسمنا؟ شنو يشمل هذا الشيء؟ يشمل اولا الشوغر، نسبه السكر في الدم هذا شنو تعتبر اكسترا سيلولار فلويد. البي اتش القاعديه والحامضيه مال الجسم هماتين اكسترا سيلولار فلويد. الغازز سي او 2 والاو 2 نسبه الاكسجين ونسبه ثاني اكسيد الكربون بالجسم ايضا تعتبر انترنال انفايرمنت او اكسترا سيلولار فلويد. الايونز البلود بريشر ضغط الدم ذني كلهن شنو ذني نعتبرهن ذني اكسترا سيلولار فلويد او انترنال انفايرمنت. تمام هذني كلهن خمسة تين. طبعا اكو اشياء ثانية مثلا التمبرتشر وكوما اشياء اي شيء موجود داخل الجسم الانسان التمبرتشر نسبة اليورين بالجسم او كوما اشياء. تمام فهذني الكوما اشياء كلهن بيهن نسب محددة. يعني كمثال نسبة الشوغر بالدم إذا زادت راح شنو يصير بينا؟ راح تصعد نسبة السكر بالدم وراح يتأثر الجسم. إذا قلت هماتين راح يتأثر الجسم وهماتين راح تصير بيه عدة أمراض وعدة مشاكل. نسبة البي اتش كذلك الغازز الأيونز البلود بريشر إذا يصير عالي وإذا يصير واطي هماتين راح يأثر على الجسم. زين هسه احنا موضوعنا الهيموستاسيس شنو هذا؟ شو اللي داخل بالهيموستاسيس؟ ش قلنا احنا لازم نحافظ عليهن ذني اوكي. نسبة الشوغر بالدم لازم نحافظ عليه، نسبة البي اتش لازم نحافظ عليه وين؟ بالمستوى الطبيعي بالمستوى اللي يحتاجه الجسم. مثلا نسبة السكر بالدم لازم مثلا 9 لازم احنا نجيبها 9 بالضبط اوكي. نسبة البي اتش بالدم نسبة البي اتش بالجسم اعتقد 7.53 اوكي. فلازم 7.53 اذا ينزل من 7.35 العفو يؤدي الى مشاكل، اذا يصعد اكثر يؤدي الى مشاكل. تمام من اللي راح يحافظ لنا على هذا الشيء؟ زين اذا اني اجي لا اذا شك اذا نسبه الشوغر اكل فد نسبه معينه زين اذا اكل نسبه اذا اكل نسبه معينه من الشوغر عاليه زين هذا مو راح يزيد نسبه راح يزيد نسبة الشوغر بالدم صح لو مو صح؟ صح. زين شنو هنا يعني هذا شيء غلط صح؟ اكيد غلط. زين يا هو اللي راح يسيطر على نسبة الشوغر بالدم الجسم راح يفرز هرمونات وانزيمات خاصة مثل انزيم الانسولين راح ينظم لنا مستوى السكر في الدم وكذلك البي اتش الغازز الايونز والبلود بريشر. زين هاي العملية مال الموازنة اوازن نسبة السكر اوازن نسبة البي اتش اوازن نسبة الغازز والايونز وكل هاي العوامل اللي حكيناها بالانترنال انفايرمنت الاكسترا سيلولار فلويد هاي الموازنة شنو هاي نقدر نسميها؟ هو هي هاي شنو هاي؟ هي هاي الهيموستاسيس. ذن كل ذن النسب لازم يكونن بنسب ثابتة وصحيحة بالنسبة اللي يحتاجها الجسم لا اكثر ولا اقل. فشنو نقدر نقول على الهيموستاسيس؟ هو عبارة عن بالانس. شنو يعني بالانس؟ يعني توازن. لازم نوازن ال internal environment of the body اللي هو البيئة الداخلية للجسم. طبعا internal environment بيها ايضا تقسيمات خاصة بها ان شاء الله اثناء المحاضرة راح نشرحهن ونتطرق لهن وحدة وحدة. فشنو الهيموستاسيس؟ لازم نحافظ على كل الاشياء داخل الجسم ذني بصورة ثابتة وصحيحة لا اكثر ولا اقل. نوازن بيهن، نوازن بالنسب. اكلنا سكر هواية ينفرز الجسم راح يفرز انسولين هواية على مود ينزل نسبة السكر هاية وتكون نسبة السكر صحيحة وكذلك ويا العناصر والبقية. تمام هسه هنا شنو راح نشرح؟ راح نشرح الاكسترا سيلولار اند انترا سيلولار انفايرمنت اللي انا قبل شوية حكيتها لكم. هسه هنا عايدها لكم بس يعني عبارة عن كلام هسه راح نقراها وراح نشوف. زين اكسترا سيلولار فلويد اللي هو شنو قلنا نفسه الانترنال انفايرمنت الاكسترا سيلولار فلويد هو نفسه الانترنال انفايرمنت. تمام about 60% of the adult human body is fluid تقريبا 60%
من جسم الإنسان عبارة عن فلويد، عبارة عن سوائل mainly بصورة أساسية. شنو هاي السوائل زين اللي بجسمنا بصورة أساسية؟ شنو؟ water solution of ions and other substance، عبارة عن محلول مائي من الأيونز ومن المواد الأخرى. تمام، هسا شنو عرفنا؟ عرفنا أن جسمنا شقد بيه 60%، 60% من جسمنا عبارة عن شنو؟ فلويد، عبارة عن سوائل. شنو هاي السوائل بصورة أساسية؟ water solution of ions and other substance. زين، although most of the this fluid is inside the cells and is called intracellular fluid, about one third is the spaces outside the cell and is called extracellular fluid. شنو هالحكي هذا؟ شنو جاي يحكون هنا؟ جاي يقول هنا انه most of the fluid inside the cell، النسبة هاي اللي قلنا عليها انه 60%، جسم يقد بيه 60%، زين هاي 60% وين؟ داخل الخلايا، برا الخلايا؟ برا الخلايا وداخل الخلايا. نسبة الفلويد inside the cell شنو نسميه؟ intracellular fluid. اوكي، والفلويد اللي يصير outside of the cell شنو نسميه؟ extracellular fluid. نعتبر كمية الفلويد ايش قد عندنا احنا بالجسم، نعتبره من ثلاثة. اوكي، الاكسترا سيلولار فلويد، العفو الانترا سيلولار فلويد شنو كاتبين لكم هنا؟ كاتبين 1/3، يعني ثلثها، يعني 1/3. اوكي زين، ايش قد بقى؟ بقى الاكسترا سيلولار فلويد، الاكسترا سيلولار فلويد اذا هذا واحد ايش قد بقى من ثلاثة؟ بقى 2، يعني 2/3/2 هذا ايش قد؟ هذا اكسترا سيلولار فلويد. او هذا ايش قد؟ او هذا العفو شنو؟ الانترا سيلولار فلويد، هذا 1/3 وهاي 2/3، 1/3 2/3، ال 1/3 الانترا سيلولار فلويد وال 2/3 الاكسترا سيلولار فلويد. طبعا هاي الثيرد شنو قلنا؟ هاي ثلاثة شنو؟ اخاف واحد هسه شوي اشتبه وصارت عنده هوسه او فتشي. اعتبروا كمية الفلويد بجسمنا من ثلاثة، من ثلاثة، 1/2/3، واحد من هاي ثلاثة عبارة عن intracellular fluid، واثنين عبارة عن extracellular fluid. زين، شنو intracellular fluid قلنا؟ intracellular fluid اللي هو الفلويد اللي يصير inside the cell، أما outside the cells is the extracellular fluid. زين، inside the cell شنو عندنا احنا؟ عندنا بلازما. زين، والextracellular fluid outside of the cell شنو عندنا؟ عندنا المواد الأخرى مثل الانترستيشال فلويد وغيره من هوايه، يعني مواد هسه راح نجي وراح ندرسهم واحده واحده وناخذهم. تمام. زين، the extracellular fluid is a constant motion through the body، يعني كميه الاكستراسيلولار فلويد is constant motion throughout the body، كميه ثابته بالجسم لازم. اوكي اللي هو اكستراسيلولار فلويد نفس ما قلنا هنا لازم نحافظ عليه على كميه ثابتة، ذني الأشياء مواد كل هذا نكلم شنو يعتبر ذني extracellular fluid أو internal environment. أوكي زين، it is transported rapidly in the circulating blood and then mixed between the blood and the tissue fluid by diffusion through the capillary wall. through the capillary wall. هنا شنو جاي يحكي؟ جاي يقول انه هاي الاكستراسيلولار فلويد اللي هن الشوغر، البي اتش، الغازز، الغازات الاو 2 سي او 2 الايونز. زين، هذني شلون راح ننقل؟ هذني بس يمشن هيك بالدم، بس هيك يمشن بالجسم؟ لا، ذني راح ينتقلن ترانسبورتد رابد اللي راح ينتقلن وين؟ بعمليه سيركوليتنج بالدوره الدمويه، سيركوليتنج بلود and then mixed between the blood and the tissue، وبعدين يندمج بين الدم وبين الأنسجة المختلفة، سوائل الأنسجة. زين، عن يا طريقة بيا طريقة بطريقة الديفيوجن. شنو الديفيوجن؟ اللي هي الانتشار، المواد اللي تنتقل من مناطق التركيز الواطئ إلى مناطق التركيز، العفو، من مناطق التركيز العالي إلى مناطق التركيز الواطئ. زين، عبر شنو؟ عبر الكابيلاري وولز، عبر الكابيلاري وولز اللي هي الجدران الأوعية الدموية اللي تصير قريبة على الأنسجة. شنو راح أسوي؟ راح أسوي عملية ديفيوجن للمواد اللي بداخلها، عملية انتشار المواد اللي بداخل الكابيلاري وولز هاي. وين راح تروح؟ راح تروح
انسجه راح تدخل بالتشيو فلويدز. اوكي اوكي زين. And the extracellular fluid are the ions and nutrients needed by the cells to maintain life. نفس ما حكينا هنا هاي الأشياء الأساسية اللي نحتاجها اللي لازم ما تنزل عن مالتها الحد الطبيعي، لأن إذا نزلت راح تأثر على الجسم. زين ليش تأثر على الجسم؟ لأن الجسم يحتاجها، لأن الجسم needed by the cells to maintain life، لصيانة الحياة أو لديمومية الحياة. زين Thus, all cells live in essentially the same environment, the extracellular fluid. احنا ايش قلنا؟ قلنا الجسم شنو بي؟ بي intracellular fluid وعندنا extracellular fluid. الانتراcellular fluid وهاي الفلويد هاي السوائل وين موجودة؟ داخل الخلية. زين شنو بقى؟ زين لعد وين extracellular fluid؟ اي فلويد موجود بالجسم خارج الخلية. هنا شنو نستنتج؟ نستنتج انه الخلية عبارة عن شيء يعيش داخل الاكستراسيلولار فلويد. اوكي اوكي هسه شويه تشوفوها يجوز مو واضحه، راح نوضحها لما راح نبدا بالهيموستاسيس. اوكي for this reason the extracellular fluid is also called the internal environment of the body. هذا شيء حكيناه فوق. Cells are capable of living and performing their special functions as long as the proper concentration of oxygen, glucose, different ions, amino acid, fatty substance, and other constituents are available in this internal environment. نفس ما شرحت لكم بالمخطط قلت لكم عندنا عدة أشياء لازم نحافظ عليها، ما دام إذا راح نحافظ عليها cells are capable راح تقدر تعيش وتأدي وظائفها الخاصة ما دام عندنا شنو؟ عندنا concentration صحيح أو نسبة صحيحة من concentration من التركيز مع الأكسجين والكلوكوز وغيرها من الأشياء اللي عددناها موجودة بنسبة صحيحة بنسبة ثابتة وين؟ بالinternal environment. فإذا كانت النسبة صحيحة والجسم هي هاي النسبة اللي يريدها، الخلايا راح تشتغل بصورة طبيعية وبصورة صحيحة. Differences between extracellular and intracellular fluid. The extracellular fluid contains large amount of sodium chloride and bicarbonate ions plus nutrients for the cell, such as oxygen, glucose, fatty acid, and amino acid. جاي يقول إن extracellular fluid شنو جاي يحتوي؟ شنو يحتوي extracellular fluid؟ يحتوي large amount نسب كبيرة من الصوديوم chloride, البيكربونيت ايونز. إضافة إلى شنو؟ إضافة إلى النيوترينت التغذية أو المغذيات المن للسيلز. مثل شنو المغذيات هاي؟ أكسجين، جلوكوز اللي هو شوغر، فاتي أسيد وأمينو أسيد. هذا شنو هسه هذا؟ الإكستراسيلولار فلويد. هسه عرفنا إحنا الإكستراسيلولار فلويد شنو بي؟ بي 1 2 3 10. أوكي أوكي زين. It also contain carbon dioxide that being transported from the cell from the cells to the lungs to be exerted. شنو يعني كريات الدم البيض شنو وظيفته؟ مو وظيفته الغاز اكسشينج تاخذ ثنائي اكسيد الكربون من الانسجه تروح توديها لللنج وتستلم الاكسجين وترجع للانسجه. الانسجه شنو تحتاج؟ تحتاج اكسجين. زين شنو تفرز الانسجه هماتين؟ تفرز ثنائي اكسيد الكربون. هذا ثنائي اكسيد الكربون مفيد للضار مو مفيد. تجي كريات الدم الحمر شو تسوي له؟ تاخذ ثنائي اكسيد الكربون وين تودي؟ to the lungs to be exerted على مود الطرحة اللي برا. plus other cellular waste products that are being transported to the kidney for excretion. مو بس الكربون دايوكسيد ثنائي أكسيد الكربون هم ماتين الwaste product ال المنتجات الزائدة اللي بعد ما يحتاجها الخلايا ولا يحتاجها الجسم شو يسوي بيها؟ يوديها المن يوديها الى الكدني على مود يسويها اكسكريشن اخراج الى خارج الجسم. تمام هسه شنو هذا؟ هذا الاكسترا سيلولار فلويد. عرفنا شنو محتوياته وشنو يصير بي. نجي للانترا سيلولار فلويد. differs significantly from the extracellular fluid for example. شنو يعني؟ جاي يقول لك انه الانتراسيلولار فلويد يختلف بصوره واضحه وملحوظه عن الاكستراسيلولار فلويد. for example it contains large amount of potassium, magnesium, phosphate ions instead of sodium and chloride ion found in the
اكسترا سيلولار فلويد. هسه هو جاي يسوي لك، جاي يسوي ديفرنسنس بتوينهن، يعني جاي يسوي يقارن بين الاكسترا سيلولار فلويد شنو يحتوي، يحتوي صوديوم وكلورايد ايون بالاكسترا سيلولار فلويد، اما الانترا سيلولار فلويد شنو يحتوي، يحتوي بوتاسيوم، يحتوي لارج اماونت اوف بوتاسيوم مغنيسيوم فوسفيت ايونز. تمام. Special mechanisms for transporting ions through the cell membranes maintains the ion concentration difference between the extracellular and intracellular fluid. هنا شنو جاي يقصد بيه؟ هنا جاي يقول انه عندنا ميكانيكية خاصة على مود ننقل الايونات من خلال غشاء الخلية على مود نحافظ على نسبة تركيز الايونات هاي، الايون concentration between شنو؟ بين الاكستراسيلولار فلويد والانتراسيلولار فلويد. اوكي، شنو هاي السبيشال ميكانيزم؟ اللي هي عمليه الديفيوجن، اللي هي عمليه الديفيوجن. شنو عمليه الديفيوجن؟ قبل شوي شرحناها بدايه المحاضره، اللي هي عمليه الانتشار. كملنا هسه هاي المعلومات، معلومات بعدها يعني بعدنا بدايه المحاضره، معلومات عاديه تقريبا، عباره معلومات اكثر يعني كمية كبيرة من الطلاب هاي معلومات اوريدي عرفوها، بس هي عبارة عن تذكير لكم ليش، لان هاي المعلومات كلها وين راح نستعملها؟ راح نستعملها هسه بالهيموستاسيس، وراح نعرف الهيموستاسيس من خلال هاي المعلومات. هيموستاسيس. In 1929 the American physiologist Walter Cannon coined the term hemostasis. جاي يقول لك انه العالم الامريكي والتر كان كونيد صاغ the term، مصطلح هيموستاسيس. هيموستاسيس شنو قلنا؟ يعني توازن، يعني بالانس. اوكي، to describe the maintenance of nearly constant conditions in the internal environment. شنو يعني؟ يعني جاي يقول يصير العفو تكون نسبة ثابتة مال ال conditions in the internal environment، اللي هي نفس ما حكينا temperature العفو و الشوغر بي اتش بلود بريشر او غيرهن. هيموستاسيس لازم ذني النسب الاساسيه اللي يحتاجها الجسم تكون بصوره ثابته، تكون بكميه ثابته. فلما تكون بكميه ثابته والجسم جاي يشتغل صح، شنو هاي الحاله نسميها هيموستاسيس. شنو صار يعني عندنا هيموستاسيس؟ اوكي، essentially all organs and tissues of the body perform functions that help maintains these relatively constant conditions. شنو يعني جاي يقول؟ بصورة أساسية جميع أعضاء أو أنسجة الجسم راح تأدي وظائف معينة على مود تساعدنا للحفاظ على هاي ال conditions، هاي الحالات اللي هو شجر وغيرها، هاي عددناهن تكون constant ثابتة، تكون بكمية ثابتة. For instance، على سبيل المثال، the lung provide oxygen to the extracellular fluid to replenish the oxygen used by the cell. إذا نسبة ال O2، إذا نسبة ال O2 اللي هي اللي هو الأكسجين قل بالخلايا، شنو راح يصير إذا نسبة ال O2 قل بالخلايا؟ راح الخلية يؤدي، يعني هذا الشيء شنو راح يؤدي؟ راح يؤدي إلى موت الخلية. زين، هنا شنو يعني شو راح يصير؟ الجسم هيجي يظل يباوع؟ طبعا لا. اللنج شو راح يسوي؟ راح تزيد نسبة الـ O2 وتزيد نسبة السيركوليشن، السيركولاتوري سيستم يزداد على مود شنو؟ على مود الخلايا ما تموت. فشنو هنا جاي يحافظ؟ نزل الـ O2 بالخلايا، سوت اللانك صعدت الـ O2، اللانك سوت صعدت الـ O2 على مود شنو؟ على مود يصير اكو تعويض للنقص الحاصل بالأكسجين. زين، شنو بعد عندنا هماتين؟ The kidneys maintains constant ion concentration and the gastrointestinal system provide nutrients. نفس الشيء، نفس ما ضربنا مثال على من على اللونج، هماتين نفس المثال على الكدني، يقوم بتثبيت تركيز الايونات ion concentration. اذا صار عندنا نقص بالصوديوم شنو راح يصير؟ راح الكدني راح تفرز نسبة، راح تفرز كمية صوديوم اكثر من خلال جدرانها، مما يؤدي الى شنو؟ راح تزداد نسبة الصوديوم. ازدادت نسبة الصوديوم اللي احنا اصلا هي قارلة عندنا، شو راح يصير؟ راح يصير هيموستاسيس، راح يصير بالانس. فالشي قل عندنا زودناه، الجسم زوده، عوضه ورجع لحالته الطبيعية. هاي شنو هاي اسمها؟ هاي اسمها هيموستاسيس، هي هاي الهيموستاسيس، نسوي عبارة عن بالانس. اوكي، ونفس الشي بالجاسترو انتستينال سيستم اللي هو بالجهاز الهضمي، يعطينا نيوترينت مغذيات او تغذية. هيموستاسيس
هسه هنا معلومات عاديه تقريبا اللي حكيناها عن معلومات عامه عن الهيموستاسيس. هسه نطب بالهيموستاسيس. normal body functions require the integrate actions of the cells, tissues, organs and the multiple nervous, humoral and local control system that together contribute the hemostasis and good health. جاي يحكي هنا جاي يحكي انه وظائف الجسم الطبيعية شنو تحتاج؟ تحتاج integrated action، عبارة عن وظائف متداخلة يعني متشابكة، يعني مو بس واحد يسوي وظيفة. اوكي، من الخلايا، من الأنسجة، الأعضاء و multiple nervous, humoral and local control system يعني الجهاز العصب بصورة كاملة، جهاز العصب والجهاز الهرموني لازم يعملون كلهم together contribute على مود يشاركون بها عملية hemostasis ونحافظ على good health. يعني ماكو فايدة انه انا blood pressure مالتي عالي اما نسبة الاكسجين طبيعية، يعني ماكو فايدة انه انا بس اللنج تشتغل عندي والقلب لا، ما راح يصير hemostasis. هيج hemostasis لازم كل العوامل وكل الاشياء الاساسيه اللي يحتاجها الجسم كلها بصوره ثابته بصوره صحيحه. اذا صارت كلهن constant condition هاي راح نعتبرها هيموستاسيس. اذا بس واحد اختل هذا مو هيموستاسيس، هوموستاسيس. اوكي to maintain a relatively constant volume and stable composition of the body fluid is essential for hemostasis. جاي يقول على مود نحافظ على تقريبا على نسبه على حجم ثابت من بودي فلويد، فتشي هذا رئيسي وثابت او فتشي اساس العفو للهيموستاسيس. زين ديزيز از اوفتن كونسايدر تو بي ستيت اوف ديسربتد هيموستاسيس. الهيموستاسيس شنو قلنا؟ بالانس، صح لو مو صح؟ صح، لازم توازن، شي نقص الجسم يجي يعوض الشي الناقص على ما يتاثر باقي الجسم وباقي الخلايا. شنو عكس هذا الشيء؟ شنو عكس البالانس؟ شنو عكس التوازن؟ عدم التوازن. شنو عدم التوازن؟ اللي هو الديزيز، اللي هو المرض. هيموستاسيس عباره عن توازن، اختلال التوازن هذا شنو راح يؤدي لنا؟ الى ديزيز، الى ديزيز. اوكي however even in the presence of disease hemostatic mechanisms continue to operate and maintain vital functions through multiple compensation. شنو يعني هيموستاتيك ميكانيزم؟ هاي العمليه قلت لكم عليها اللي هو مثلا اذا صار عندنا نقص بالاكسجين تجي الرئه تتنفس، تطلب تنفس اكثر وتتنفس كميه اكسجين اكثر وتوصل الاكسجين للانسجه بصوره اكثر. هي هاي عمليه الهيموستاتيك ميكانيزم، هي هاي الهيموستاتيك ميكانيزم، عمليه التعويض. كما ان الهيموستاسيس حاليا بلشنا بمن وصلنا إلى من العفو، وصلنا إلى daily intake of water. daily intake of water شنو يعني؟ شنو يقصد بها الدكتور؟ يقصد بها إنه جد لازم ندخل الجسم من our bodies من water، وجد لازم نخرج من عنده. يعني input of the water and output of the water. water is added to the body by two major sources. جسمنا راح يدخل له ماء عبر طريقتين أساسية. شنو الطريقتين الأساسية؟ أول واحدة اللي هي it is ingested in the form of liquid of water in food or water on food in food. العفو. الطريقة الأولى إنه نشرب الماء بصورة طبيعية، هذا الماء الطبيعي قاعد نشربه بصورة طبيعية اللي هو ingested in the form of liquid سوائل or water on food in food. شنو يعني water in food؟ يعني مثلا الفواكه والأشياء الأخرى اللي تحتوي على سوائل. يعني إحنا الماء لو نشربه بطريقة مباشرة اوكي لو نشربه من خلال الاطعمة اللي تحتوي على ماء. اوكي which together normally added about 2100 milliliter per day. 2100 milliliter per day to the body fluid. يعني هسه شنو هسه؟ يعني اللي عرفنا اول شيء انه شقد ناخذ الماء اللي نشربه احنا بصورة مباشرة والعصائر او الماي اللي موجود بالفود بالاطعمة ايش قد راح يعطينا كمية من الماء بالجسم باليوم الواحد؟ 2100 مليلتر بير داي باليوم الواحد. هاي الطريقة الاولى. الطريقة الثانية اللي هي it is synthesized in the body by oxidation of carbohydrates adding about 200 مليلتر بير داي. هنا شنو جاي يقصد بيها؟ شلون يعني
synthesized in the body. يعني شلون يعني احنا نعتبر شنو؟ نعتبر انه احنا نصنع الماي بجسمنا. اي نعم احنا نصنع الماي بجسمنا. شلون راح نصنع الماي بجسمنا؟ by oxidation of carbohydrate. شنو يعني oxidation؟ يعني شلون يعني واذا اكسدنا الكربوهيدرات شو راح نسوي؟ اكو عمليه بجسمنا اللي هي عمليه الميتابوليزم، اللي هي عمليه الايض الخلوي. عمليه الايض الخلوي شنو راح نستعمل بيها؟ اكو فشي احنا كنا ماخذيه بالسادس اذا تتذكروا، عمليه التنفس الهوائي وعمليه التنفس اللاهوائي. عمليه التنفس الهوائي طلاب شو راح يصير عندنا؟ الجلوكوز، عفوا الجلوكوز راح يتفاعل ويا من؟ راح يتفاعل ويا الاوتو. شنو راح ينتج لنا؟ وليش سوينا هذا التفاعل بالتنفس الهوائي؟ على مود ينتج لنا اي تي بي. الاي تي بي هذا شنو؟ طاقه. على مود نحتاجها وين؟ بالجسم، او طاقه لل فانكشنز اوف ذا بودي، الوظائف الجسم. شنو هاي؟ هاي الاي تي بي. زين بس اي تي بي راح ينتج من تفاعل الجلوكوز والاكسجين؟ لا. شنو راح ينتج؟ اللي هو سايد، يعني شلون اقول لكم، النواتج الثانويه اللي ويا الاي تي بي. راح ينتج عندنا اثنين اشياء، سي او 2 ثاني اكسيد الكربون و H2O الووتر. هي هاي نسبه الووتر اللي جاي يقصد عليها هنا اوكسيديشن اوف ووتر، اوكسيديشن اوف العفو اوكسيديشن اوف كربوهيدرات. هي هاي العمليه اللي استنى شرحناها. تمام، ايش قد هي هاي؟ هذا الماي اللي يطلع ايش قد تقديره؟ تقريبا 200 ملي لتر بير دايز. تمام، يعني ايش قد هسه الجسم ندخل بصوره مباشره؟ 2100. ايش قد ندخله من الماء بصوره مباشره؟ 2100 ملي لتر بير داي. وايش قد ندخله بصوره غير مباشره ونصنعه داخل جسمنا؟ ان ذا بودي 200 ملي لتر بير داي. اثنيناتهم ايش قد اذا نجمعهم ايش قد يصيرن؟ 2300 مليلتر بير داي. اوكي زين تمام. هسه وين نروح نكمل جوا. This mechanism provide a total water of intake about 2300 نفس ما قلت لكم بير مليلتر بير داي. تيبل 1، خلينا نمشي تيبل 1 ونشوف ايش راح يصير بيها وشنو موجود بيها التيبل 1. هذا اللي هو تيبل 1، daily intake of daily intake and output of the water مليلتر بير داي، الكمية الماء الداخلة والخارجة للجسم. تمام، احنا ما ندخل هسه بالاوتبوت، هسه شوية نوصل لها. هسه نجي على الانتيك. الانتيك اوتبوت معنى بها هسه الفود انجستد، اللي هو قلنا لكم طريقتين. لو الطريقة الاولى اللي هي عن طريق شرب الماء بصورة مباشرة، او لا عن طريق الماء اللي موجود water and food، الماء اللي موجود بالأطعمة أو بالفواكه. جيد هاي نسبتها 2100. زين from metabolism إيش قد نسبتها؟ 200. 200 شنو هاي و 2100 شنو هاي؟ مليلتر بير داي. اثنيناتهم إيش قد يصيرن؟ 2300 مليلتر بير داي. هاي شنو هاي؟ بها حالة، حالة النورمال، حالة النورمال condition. زين اذا صار عندنا prolonged heavy exercise، شنو يعني prolonged؟ prolonged يعني فد شيء مطول، exercise مطول. يعني شنو prolonged heavy exercise؟ يعني فد نشاط صعب وثقيل ومطول ووقته هوايه. اذا صار عندنا هيك نشاط، ايش راح يصير عندنا؟ الفود انجستد احنا ايش قد نحتاج؟ 2100، صح لو مو صح؟ ايش قد نحتاج؟ 2100. هاي 2100 وين؟ بالنورمال، صح لو مو صح؟ صح. زين اذا صار عندنا هيفي اكسرسايز راح قد راح نحتاج؟ راح نحتاج 2100؟ لا، احتمال راح نوصل لل 3000، لل 3500 ملي لتر بير داي، صح لو مو صح؟ فهذا السبب شنو كاتب لك هنا؟ علامه السؤال. زين ثاني شيء اللي هو فروم ميتابوليزم، اللي يصير داخل الجسم، ايش قد؟ 200 بالنورمال. اما بالهيفي اكسرسايز هم 200 نفس الشيء. اوكي نكمل. ف however intake of water is highly variable among different people and even within the same person on different days depending on climate habits and level of physical activity. هذا اللي انا استنى حكيت لكم، قلت لكم الانتيك اوف ووتر، عمليه كميه ادخال الماء للجسم،
هايلي فاريبل اللي هو يعني مختلفة بصورة كبيرة، اوكي، among different people يعني باختلاف الناس، وحتى لو in the same person بنفس الشخص راح يكون مختلف on a different days، يعني يوم اني اخذ يوم جديد اني راح اسوي intake water intake جزء، يوم اسوي 1100، يوم اسوي 2200 وهكذا. فهي ما يعني مو فد نسبة ثابتة الواتر انتيك، تمام تمام تعتمد على منزل هاي الواتر انتيك ديبندنت اون وات كلايمت، المناخ، اذا الدنيا حار، اذا الدنيا حارة راح شو يسوي، راح اشرب ماء بكميات اكثر، فراح تزداد كمية الواتر انتيك ديلي واتر انتيك، لو لا راح تزداد اكيد. زين شنو بعد هابيتس اللي هي العادات اند ليفل اوف فيزيكال اكتيفيتي اللي هو مستوى النشاط البدني، اذا انا اركض، اذا انا اتمرن، اذا انا اسوي اكسرسايز معين، ايش راح احتاج؟ راح افقد ماء هواي، شنو راح احتاج؟ راح احتاج ووتر انتيك، راح اشرب ماء بكميه اكثر. فثابته هاي 2300؟ ما ثابته، لا. تمام تمام هسه شنو هذا؟ هاي ديلي ووتر، ديلي انتيك اوف ووتر، كميه الماء اللي راح ندخلها الجسمنا واللي راح نشربها، اوكي. مثل ما اكو ديلي انتيك اكو شنو ديلي لوز او اور اوتبوت، ديلي اوتبوت اوف بادي ووتر. الديلي اوتبوت اوف بادي ووتر عندنا اثنين بيها، اثنين اشياء، اوكي. شنو ذن اثنين اشياء؟ يعني اثنين تو تايبس. التايب الاول هذا اللي هو انسنسبل ووتر لوز، خساره الماء بصوره انسنسبل. شنو يعني انسنسبل طلاب؟ انسنسبل يعني بصوره غير حسيه، يعني بطريقه احنا ما نحس بيها راح جاي نفقد ماء. يعني هسه وانا جاي احكي وياكم جاي افقد ماء، انتم جاي تتابعون جاي تفقدون ماء، زين شلون جاي راح تصير هاي الحاله؟ هسه راح نجي ونقرا ونشوف شلون تصير هاي الحاله. Some water loses cannot precisely regulated. شنو يعني؟ جاي يقول انه بعض الماء لما راح نخسره ما راح نقدر ننظمه بدقه، precisely regulated تنظيمه بدقه، ما راح نقدر ننظمه بصوره دقيقه. ليش ما راح ننظمه بصوره دقيقه؟ هسه نشوف. For example، على سبيل المثال، humans experience a continuous loss of water by evaporation from the respiratory tract and diffusion through the skin. تمام شنو يعني evaporation؟ شلون يعني diffusion of the skin؟ هسه احنا شلون respiratory tracts يطلع من عده؟ هسه نشوف. جهاز التنفس مالتنا احنا شنو نخرج من الجسم؟ نخرج بس CO2؟ لا، ما راح نخرج بس CO2، راح ناخذ O2. شنو راح نطلع؟ راح نطلع مجموعة من الغازات، بس النسبة الأكبر يا هي CO2. زين شنو اللي راح نخرج ويا CO2 هاي؟ راح نخرج فشي اسمه فيبر. فيبر شنو يعني؟ يعني بخار الماء. فشي شنو اسمه؟ فيبر. فيبر شنو يعني؟ يعني بخار الماء. في عملية اسمها الإيفابوريشن. الإيفابوريشن. الإيفابوريشن يعني شنو يعني؟ يعني عملية التبخير. زين يعني احنا هسه حاليا جاي يصير عندنا عملية تبخير داخل جسمنا. اي نعم، جاي يصير عندنا عملية تبخير داخل جسمنا. زين شلون جاي يصير عملية تبخير داخل جسمنا؟ شلون جاي احنا نطلع بخار ماء؟ هسه راح نجي راح ناخذهم وحدة وحدة ان شاء الله. هاي بالطريقة الأولى اللي هي respiratory tract evaporation. زين الطريقة الثانية هماتين عن طريق السكن، هماتين هسه راح نوضحها بالسلايدات اللي وراها. وش توجذر السكن؟ عن طريق السكن يعني الماء اللي يخرج عن طريق السكن، وعن طريق الايفابوريشن عن طريق بخار الماء اللي يخرج من جسمنا. ايش قد هذا راح يكون كميته توجذر؟ راح يكونون اثنيناتهم 700 ملي لتر بير داي. يعني السكن 700 ملي لتر بير داي ايش قد يعني؟ 700 ملي لتر يعني الفيبر راح يكون ايش قد؟ الفيبر راح يكون 350 ملي لتر بير داي، صح لو مو صح؟ والسكن ايش قد راح يكون؟ راح يكون هماتين 350 ملي لتر بير داي، اوكي. اثنيناتهم 350 و 350 ايش قد راح يعطونا؟ 700 ملي لتر بير داي، اوكي. فالسكن والايفابوريشن ايش قد راح يعطونا؟ 700 ملي لتر بير داي اوف ووتر لوز اندر نورمال كونديشنز. هماتين اندر نورمال كونديشنز. this loss is termed insensible water loss. زين
هذه عملية تبخير الماء داخل جسمنا ونخرجه برا الجسم بخار ماء، يعني عبارة عن احنا همتين يعني بخار ماء شنو هو؟ هو عبارة عن H2O، بس شنو الفرق؟ هذا ال H2O هذا راح يطلع على شكل غازات، ما راح يطلع على شكل ليكويد من جسمنا، راح يطلع على شكل غازات. من اللي يسوي هاي العملية؟ اللانجز، الريسبيراتوري تراكت، الريسبيراتوري تراكت. اوكي اوكي تمام. هاي insensible water lose. ليش insensible water lose؟ ليش في الطرق مال خسارة ما احنا ما نحس بيها؟ because we are not consciously aware of it، لان احنا على غير علم او على غير دراية عنها. even though it occurs continually in all living humans، يعني هاي عملية التبخير وعملية خروج الماء من الجلد بصورة غير حسية، او ان احنا يعني ما نحس بيها، هاي مو سرعة انسان وانسان ما سرعة، لا هاي سرعة كل الناس، هاي سرعة كل الناس. زين شلون يعني ما نحس بيها؟ يعني احنا من قلنا التبخير، اوكي التبخير احنا داي نتنفس بخار ماء، راح نتنفس هواء راح يتبخر عندنا جزء من عنده، راح نطلع على شكل شنو؟ راح نحاول يعني داخل اللنج الى شنو؟ الى بخار، راح نطلع على شكل شنو؟ بخار ماء، نفس ما قلنا H2O بس على شكل غاز. اوكي اوكي تمام. هاي الحالة احنا نحس بيها؟ لا ما نحس بيها اكيد، ما حد هسه جاي يحس بيها. اوكي بس السكين شلون ما نحس بيه؟ زين هو هذا السكين water lose، خسارة الماء عن طريق الجلد، هو هذا مو نفس السويتنج، مو نفس التعرق؟ لا مو نفس التعرق، التعرق هسه راح ناخذه، التعرق سنسبل نحس بيه. زين شلون لعد نفقد شلون نفقد سوائل عن طريق السكن؟ شلون نفقد سوائل عن طريق السكن؟ نفقد سوائل عن طريق السكن اني وانتو كلنا هسه، انا وانا جاي اشرح ده، افقد سوائل عن طريق السكن. شلون افقد سوائل عن طريق السكن؟ بصورة غير حسية، عن طريق عملية التفيوجن، عن طريق عملية التفيوجن اللي هي عملية الانتشار، عن طريق عملية الديفيوجن، ديفيوجن ثرو ذا سكن. وهسه راح نجيب السلايدات الباقية وراح نوضحهم واحدة واحدة أكثر. Insensible water loss through the skin occurs independently of sweating and is present even in people who are born without sweat gland. تمام شنو يعني؟ جاي نقول انه عمليه فقدان الماء، الواتر لوز، انسنسبل واتر لوز، عمليه فقدان الماء غير حسي عن طريق الجسم، تحدث بصوره غير مسيطر عليها، او مو احنا نتحكم بها، مو فولنتري هاي السالفه، مو نفس السويتنج. اوكي اوف سويتنج ان اند از اوكي اوف سويتنج. هنا شنو شفت سويتنج؟ زين احنا مو جاي نقول انسنسبل، تو مو قلت قبل شويه انه السويتنج هاي سنسبل تعتبر حسيه؟ السويتنج هنا، السويتنج عندنا احنا نوعيتين، عندنا insensible sweating اللي هو هاي اللي هسه جاي نحكي عليها، اوكي، وعندنا السنسبل اللي هي تصير عن طريق الاكسرسايز. اوكي اوكي زين، هاي العمليه اللي حكيناها انه الجلد راح يفرز الماء اللي عنده عن طريق الديفيوجن، عن طريق الديفيوجن through the skin، هاي العمليه صير عند كل البشر؟ اي صير عند كل البشر. زين حتى البشر هنا جاي كاتب هنا present even in people who are born without sweat gland، يعني حتى الناس اللي مخلوقين وما عندهم sweat gland، غدد عرقيه، هم ما تنصير عندهم هاي العمليه، عمليه اخراج الماء من الجلد بصوره غير حسيه، ما حد يحس بيها. اوكي زين ايش قد راح نطلع عن طريق الديفيوجن هاي العمليه؟ ايش قد راح نطلع؟ من 300 الى 400، قلت لكم 350 تقريبا الافرج مالتها. This loss is minimized by the cholesterol filled chronified layer of the skin which provide a barrier against extensive loss of diffusion. ناشن جاي يقصد بيها طلاب الجلد؟ شنو احنا عندنا تحت الجلد مباشرة؟ عندنا فات، الفات شنو هذا؟ كوليسترول، عبارة عن كوليسترول. اوكي هذا الكوليسترول شنو بي؟ شيء اسمه شنو؟ اسمه كرونيفايد لاير، يعني طبقة متقارنة. شلون يعني؟ هسه خلي ارسم لكم، خلي ارسمه لكم. اوكي احنا عندنا هذا العفو، عندنا هذا الجلد بالاسود،
هذا السكن، وعندنا شنو بالاصفر اللي هو الكوليسترول، اللي هو الكوليسترول. هذا شنو كله؟ هذا كله كوليسترول، كله فات. اوكي، عندنا ماء بالخلايا، هاي خلايا تمام، شنو بيها؟ شنو بيها؟ بيها ماء. هذا الماء لمن راح يطلع من هاي الخلايا؟ وين راح يروح؟ يتجه، يريد يطلع لي برا، يريد يطلع برا الجسم، لانه ما راح يضل يجري بالدم، صح لو مو صح؟ ما راح يجري بالجسم. لمن راح يطلع؟ راح شنو يواجه؟ راح يواجه الكوليسترول، هاي طبقة الكوليسترول، طبقة الفات. هاي الطبقة شنو بيها؟ بيها فتشي، بيها لاير. هاي اللاير اسمه كرونيفيد، كرونيفيد لاير. اوكي، هاي الكرونوفيد لير ايش راح تسوي؟ هاي ما راح تخليها تعبر بصوره، يعني مو اي خليه تجي تذب اي كميه مال ماي، هاي راح تعبر لي فوق لي فوق لي فوق لي فوق هيك، لا راح تسوي لها مينيمايز، راح تقلل كميه الماء اللي يخرج من تحت فوق الجلد، اللي يخرج من خلال الجلد. تمام. This loss is minimized، نفس ما قلنا نقلله عن طريق شنو؟ كوليسترول فولد كورنيفايد لاير اوف ذا سكن، هذا السكن نفس ما شرحنا، وشرحنا عمليه شلون العمليه تصير. which provide a barrier against extensive loss of water، اللي راح تمنع شنو؟ حواجز، اللي هي الكورنيفايد لاير راح تمنع راح تسوي حواجز ضد الاكستنسيف لوز، الخساره الزائده، الماء الزائد اللي يخرج عن طريق الديفيوجن، اللي هي اللي شرحناها من بداية المحاضرة، عملية الديفيوجن الانتشار. اوكي تمام. When the chronified layer becomes denuded as occurs with extensive burns، زين شنو يعني هنا when the chronified layer becomes denuded؟ يعني لما تموت هاي الكرونيفايد لاير اللي موجودة بالكوليسترول، اوكي، او يعني مثل كمثال شنو؟ with extensive بونس، في الحروق من الدرجة العالية، درجة ثالثة أو فوق، شو راح يصير بالجلد؟ راح يحترق كله، صح لو مو صح؟ شنو راح يبقى؟ راح يبقى بس التشيو، راح تبقى بس العضلات، العضلات تشيو لو مو تشيو، ماسكولار تشيو، يعني شنو راح يبقى؟ بس التشيو، صح لو مو صح؟ The rate of evaporation can increase as much as 10-fold to 3 to 5 liter per day. زين، من راح تنحرق؟ من راح ينحرق الجلد؟ لما يصير بي اكستنسيف بيرن، بعد راح يخرج ماء من الجسم؟ راح يخرج ماء من الجسم؟ لا، لان هذا اني كلها راحن، هاي كلها راحت، صح لو مو صح؟ انحرقن، كلها انحرقن، انحرقن العفو. اوكي، فهاي العمليه مال نخرج ماء عن طريق الجسم، انسنسبل ووتر لوز، عن طريق السكن، بعد ما صار عندنا. اوكي، زين، اذا بعد ما صار عندنا العاد شلون راح نطلع الماء؟ شلون راح نسوي output of the water؟ راح تزداد عملية الإيفابوريشن اللي شرحناها، وين عملية التبخير اللي باللونج، اللي قلنا احنا نتنفس هواء، راح نحول الهواء اللي جوه الى بخار ماء، والبخار ماء هذا وين راح نطلعه؟ راح نطلعه لبرا الجسم بالإكسبيريشن، عملية الزفير. اوكي، فهاي العملية بما انه السكن انحرق وبعد ما راح يقدر يطلع كمية ماء، فهذا الكمية ماء شلون يعني يظل بالجسم؟ لا، راح عملية الإيفابوريشن، عملية التبخير وتصنيع بخار الماء راح تزداد 10 مرات، 10-fold، على مدى جد الدور تطلع، جد هي كانت تطلع، قلنا تطلع 700 مللتر، هاي ويا السكن، يعني طلعت 350 مللتر، صح لو مو صح؟ جد راح تطلع ذا يحترق الجلد، راح تطلع من 3 إلى 5 لتر، لتر per day. اوكي، for this reason person with burns must given large amount of fluid usually intravenously to balance fluid loss. اوكي، لهذا السبب جاي يقول الاشخاص اللي صار عندهم حروق يقولوا لهم خلي ياخذون سوائل، خلي ياخذون سوائل، ليش؟ لان عمليه فقدان السوائل تكون كبيرة جدا، 5 لتر، توصل 5 لتر بير داي، هذا البس سوائل جاي نفقدها. اوكي، فشنو يقولون الناس اللي صار عندهم بارنز حروق؟ ان لازم لارج اماونت اوف فلويد، ياخذون لارج اماونت اوف فلويد. تمام، insensible water lose through the respiratory tracts averages about 300 to 400 milliliter per day. اوكي، شقد نسبة
insensible water loss، ايش قد نسبة الماء اللي راح نخسره بصورة غير حسية عن طريق الـ respiratory tract من 300 إلى 400 مللتر باليوم الواحد. As air enters the respiratory tract it becomes saturated with moisture to a vapor pressure of about 47 مليمتر Hg before it is expelled. شنو يعني هذا الحكي جاي يحكي هنا أنا شنو as air enters the اوكي هنا جاي يقول الهواء لما راح يدخل للجهاز التنفسي للrespiratory tract شو راح يتحول؟ راح يتحول الى saturated with moisture. الهواء اللي جاي نتنفسه هواء طبيعي صح ولا مو صح؟ لما راح تخليه جوا enters the respiratory tract لما راح تخليه الجهاز التنفسي راح يتحول saturated with موستر، راح يتشبع بالرطوبة. موستر شنو يعني موستر؟ يعني رطوبة. راح يتشبع بالرطوبة. هواء لما ينشبع بالرطوبة شنو راح يصير؟ راح يصير فيبر شنو يعني قلنا؟ يعني بخار. راح يتحول إلى بخار. هواء انشبع بالرطوبة شنو راح نحوله؟ إلى بخار. زين البخار هذا فيبر بريشر ايش قد؟ 47 مليمتر زئبقي. قبل لا نسوي له اكسبيلد. شنو يعني اكسبيلد؟ يعني اكسبيريشن، قبل لا نطلعه من جسمه. زين because the vapor pressure of the inspired air is usually less than 47 مليمتر زئبق water is continuously lost through the lung with the respiration. تمام زين هاي 47 وين هاي؟ هاي داخل الانسبيراتوري تراكت. هاي يعني احنا الهواء لما نستنشقه هو 47؟ لا هو مو 47. جاي يقول هنا انا جاي نقول فيبر بريشر البخار الضغط البخار لما نستنشقه is usually less than 47 مليمتر زئبقي. تمام لهذا السبب احنا شلون نسوي عمليه التبخير؟ شنو نحتاج؟ نحتاج ماء صح لو مو صح؟ فهذا الماء راح نضل نخسر بيه على مش نحول الغازات هاي الى بخار ماء lost through the lung with the respiration. راح يصير water is continuously lost. Okay. Then in cold weather في الطقس البارد the atmospheric vapor pressure decreases to nearly zero. اخوان عملية evaporation عملية التبخير نحتاج بيها شنو؟ نحتاج بيها اثنين اشياء عملية evaporation عملية التبخير نحتاج بها اثنين اشياء. نحتاج الشيء الاول اللي هو الحرارة اللي هي الهيت او التمبرتشر، ونحتاج الواتر. الواتر لما راح نعرضه للحرارة شنو راح يتحول؟ راح يتحول شنو؟ فيبر. راح يتحول فيبر. شنو يعني فيبر؟ يعني بخار. بخار شنو؟ بخار الماء. هاي عملية الإيفابوريشن. أوكي لحد الآن أوكي تمام. بالكولد ويذر إحنا الحرارة عدنا عالية لو العفو إحنا الحرارة عدنا هواي لو شوية زين لما راح تكون الحرارة عدنا شوية الفيبر راح يصير هواي لو شوية حماتي شوية فالفيبر بريشر شنو راح ينزل؟ راح ينزل حتى للصفر مليمتر زئبقي. Okay. Causing an even greater loss of water from the lung as the temperature decreases. كل ما تقل الحرارة شنو راح يقل؟ الواتر. ليش؟ لأن هنا اثنين يلا يسوون الفيبر. Okay. يعني راح تكون عندنا حرارة شوية وماي هواية. الماي راح يظل يقل كميات هواية على مود شنو؟ على مود يندمج ويا هاي الحرارة شوية ويكون لنا كمية فيبر هواية نطلعها من جسمنا. This process explains the dry feeling in the respiratory passage in cold weather. Okay. Now, what should we say? We should say. في الطقس البارد. تمام هسه شنو هاي كله جاي نشرحها الانسنسبل ووتر لوز اللي هو عملية فقدان الماء بصورة غير حسية. تمام زين بصورة حسية شنو راح يصير؟ هسه راح نجي فلويد لوز
in sweat. هسا هنا شنو راح نبلش بهذا السلايد؟ راح نبلش بال water lose ال sensible water lose. اوكي fluid lose in sweat. اول شيء شنو عندنا؟ اول شيء عندنا السويت عن طريق التعرق. The amount of water lost by sweating is highly variable. كمية الماء اللي راح نخسرها عن طريق السويتنج راح تكون جدا مختلفة. ليه جدا مختلفة؟ depending on what. تعتمد على شنو؟ on physical cavity physical activity environmental temperature. يعني تعتمد على من؟ تعتمد على ال physical activity اللي هو النشاط البدني. إذا واحد نشاط البدني عالي راح يكون عملية السويتنج ايش قد راح يصير عن يعني إذا واحد يسوي تمارين رياضية إذا يركض ايش قد راح يتعرق؟ راح يتعرق حال اللي قاعد وساكت طبعا لا راح يتعرق بنسبة أكبر. أوكي زائدا شنو همتين environmental temperature اللي هي درجة حرارة البيئة المحيطة. الدنيا وهي حارة راح تخلينا نعرق بكمية أكثر من إذا الدنيا كانت باردة. أوكي أوكي زين. The volume of sweat normally is about 100 milliliter per day. يعني احنا ايش قد لازم نفقد sweat حجم العرق ايش قد بصورة طبيعية normal 100 milliliter بس 100 milliliter. But in very hot weather في درجات الحرارة او في الطقس اللي جدا حار يكون or during heavy exercise okay او اثناء شنو اثناء نشاط جدا ثقيل fluid lose in sweat occasionally increase to 1 to 2 liter per hour شنو يعني؟ يعني جاي نقول انه الحجم السويت العرق التعرق مالتنا او العرق راح ايش قد راح نفرز عرق احنا بصوره نورمال وبصوره طبيعيه 100 مللتر فقط باليوم واليوم بكامله بس 100 مللتر راح نفرز زين. بس بالحالات اللي يكون بيها very hot weather درجة حرارة طقس جدا عالي او during heavy exercise او نشاط جدا ثقيل مثل ركز مثلا واحد جاي يركض المدة يركض بصورة سريعة كلش هذا يعتبر شنو هذا heavy exercise. الفلويد لوس ان سويت السوائل اللي راح نفقدها بالتعرق ايش قد راح تقدر؟ راح تقدر راح تزداد الى 1 إلى 2 لتر كل شنو؟ كل ساعة. 1 إلى 2 لتر كل ساعة. أوكي؟ أوكي. ركزوا أو انتبهوا بين هذا اللي هو 100 ملي لتر بير داي وهذا 1 to 2 لتر بير أور. أوكي؟ This fluid loss would rapidly deplete the body fluid of intake were not also increased by activating the thirst mechanism. نزم the first العفو ميكا نزم جاي يقول إنه هاي الفلويد لوس إذا ظل راح تحدث بصورة سريعة rapidly deplete the body fluid if intake were not also شنو يعني were not also increased by activating the thirst mechanism شنو يعني thirst mechanism اللي هو thirst العفو thirst mechanism اللي هي شنو اللي هو ميكانيكية وآلية العطش thirst mechanism. أوكي يعني جاي يقول لمن البادي مالتنا راح يصير بي fluid loses كمية السوائل بجسمنا راح تطلع تخرج بصورة كبيرة. أوكي والانتيك الادخال مال السوائل ما جاي يزداد شنو راح يصير الجسم شنو راح يفعل يا ميكانيكية ويا آلية العطش احنا هي جاينا عطش. أوكي جسمنا جاي يفقد سوائل بصورة هواية او احنا ما جاي نشرب سوائل بصورة هواية ايش راح يصير؟ راح تتفاعل ميكانيكية العطش او راح نحس بالعطش جسمنا راح يحسسنا بالعطش زين. هذا وين؟ بالسويت fluid loss in sweat. water loss in feces في الفضلات او في البراز شلون يعني water lose in feces ليش هي الفضلات اصلا الفيسز بيها fluid اي نعم بيها fluid وبيها نسبة من الفلويد only a small amount of water 100 milliliter per day يعني احنا شقد راح نفقد بالفيسز شقد راح نفقد ماء بالفيسز فقط 100 milliliter per day okay normally it is lost in the feces this loss can increase يعني هاي شنو هاي
حالة ثابتة هاي الميت مليلتر؟ لا ما ثابتة الميت مليلتر، حالة حال السويت، السويت ثابت؟ لا ما ثابت، قلنا إذا تختلف درجة الحرارة وإحنا جاي نسوي فد هيفي إكسرسايز معين ما راح تظل ثابتة وراح تختلف. أوكي؟ أوكي تمام. يمتى راح تزداد increase to several liters of to a several liters a day in people with severe diarrhea؟ شنو يعني؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا مو 100 مليلتر بالدي باليوم الواحد، الواحد اللي يصير عنده severe diarrhea يعني اسهال حاد، severe يعني حاد، diarrhea يعني اسهال، اللي واحد يصير عنده severe diarrhea ايش راح يصير له؟ راح يصير عبارة عن مجموعة لترات، مو 100 مليلتر، مجموعة لترات راح تخرج من جسمنا عن طريق الفيسز. ليش؟ لان عندنا شنو؟ اسهال حاد. اوكي اوكي فور ذس ريزن سيفير دياريا الاسهال الحاد كان بي لايف ثريتنج اف نوت كوركتد وذ ا فيو دايز، لهذا السبب يعتبر الاسهال الحاد لايف ثريتنج مهدد للحياه اف ات نوت كوركتد وذ ا فيو دايز، اذا ما يعالجوه في ايام قليله. زين شلون يعني مهدد للحياه؟ اكو اسهال يعتبر مهدد لحياة الإنسان؟ إيه نعم أكو إسهال مهدد لحياة الإنسان. ليش مهدد لحياة الإنسان؟ لأن يعني جاي نفقد بشنو؟ several letters a day okay and day، يعني جاي نفقد لترات من الماء من الفلود من جسمنا بسبب هذا الإسهال. فإذا ما راح نعالجه corrected with a few days شنو راح يسوي؟ راح يعتبر life threatening مهدد للحياة وفواصل حتى للموت. زين اخر بارت شنو عندنا؟ water lose by the kidneys. The remaining water lose from the body occurs in urine excreted by the kidneys. شنو هنا جاي يقصد؟ هنا جاي يقول انه الواتر الباقي، هسه احنا عرفنا شلون جاي نطلع واتر من الفيسز ومن السويت، اما كمية الماء الزائدة او كمية الماء الباقي شلون نخرجها؟ عن طريق الكدني، نفرزها عن طريق الكدني. شلون نفرزها؟ يورين، على شكل اليوريا. اوكي اوكي تمام. نجي للجدول هذا، شرحنا الانتيك قبل شويه وقلنا الفود فلويد انجستد 2100، الفروم ميتابوليزم 200، اوكي ثيانات انجستد 2300. شرحنا هاي ليش هنا علامه السؤال وليش هنا علامه السؤال. اوكي اوكي زين نجي هسه لمن؟ للاوتبوت. هسه احنا اخذنا الانتيك وشرحنا الجدول على الانتيك، هسه نجي نشرحها على الاوتبوت. شنو عندنا؟ احنا قلنا عندنا بالاوتبوت عندنا انسنسبل ووتر لوز وعندنا سنسبل. الانسنسبل ذني اثنين بس، اللي هو عن طريق السكن وعن طريق اللنج. عن طريق السكن اللي هي اي اللي عن طريق السكن شلون راح تصير؟ ايش قد يعني نفقد عن طريق السكن؟ 350 بالحاله النورمال. اما بالهيفي اكسرسايز برولونجد يعني بالنشاطات القاسيه والمطوله ايش قد راح نفقد بالانسنسبل عن طريق السكن؟ هم 350 ما راح تتغير. اوكي ليش ما راح تتغير؟ ليش ضاله 350؟ شلون ضاله؟ يعني انا اذا اضل اركض 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 جزء السكن مالتي ما راح يطلع كميه ماء اكثر؟ لا ما راح يطلع كميه ماء اكثر. ليش؟ اذا انتم شتوا رابطين راح قبل راح تجاوبون على هذا السؤال اول ما انا حكيته. السبب هو بسبب الكوليسترول لاير اللي بيها كرونيفايد لاير، اوكي بسبب كميه بسبب العفو الفات اللي موجود تحت الجلد اللي قلنا عليه انه ما راح يسمح للماء انه يخرج براحته وبكميات هوايه. لما نصير عمليه بيرنز اكسسيف بيرنز يعني لما نصير عمليات حروق يحترق بها هذا الشيء راح تنلاص السالفة. اوكي فلهذا السبب ال 350 مسيطر عليها، هي 350 بالنورمال وبالهيفي اكسرسايز. اما باللانج اللي هو عملية الايفابوريشن 350 وين؟ بالنورمال كونديشن. اما بالنورمال كونديشن اما بالهيفي اكسرسايز 650. زين ليش 650؟ لان احنا الهارت ريت راح يزداد مالتنا، الريسبيراتوري ريت راح يزداد. شنو يعني الريسبيراتوري ريت؟ شنو يعني هارت ريت؟ احنا هسه لما نسوي هيفي اكسرسايز لما راح نركض 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 شنو راح نسوي؟ راح نبدا نلهث نتنفس بسرعه، صح لو مو صح؟ التنفس هذا بسرعه شنو راح يزيد؟ راح يزيد الريسبيراتوري ريت، كميه التنفس، كميه الهواء الداخل والهواء الخارج.
شنو احنا الشيء اللي راح نطلع قلنا الفيبر اللي هو بخار الماء، اوكي؟ فشنو راح تزداد لو ما تزداد؟ راح تزداد 650. تمام، هاي شنو اذا السنسبل قلنا عليه، اما العفو الانسنسبل، اما السنسبل اللي هو السويت، ايش قد راح نطلع بالكميه الطبيعيه النورمال اذا ما عدنا اي شيء؟ 100 مللتر بير داي. اما اذا لا بالهيفي اكسرسايز ايش قد راح نتعرق؟ اذا احنا جايين نسوي رياضه لو جايين نركض راح نطلع 5000 مللتر. يعني ايش قد 5000 مللتر؟ يعني 5 لتر، 5 لتر احنا من الماء راح نطلعها من جسمنا من خلال عمليه السويت، السويتنج، من خلال عمليه التعرق، وانتهايه بالهيفي اكسرسايز. زين، شنو بعد عندنا؟ عندنا الفيسز اللي هي 100 النورمال، 100 مالتها 100 نطلع، تمام؟ ايه 100 نطلع بالنورمال وبالهيفي اكسرسايز هم 200 الا بالحالات الصايره بيها ديزيز مثل السيفير دياريا، الاسهال الحاد. الاسهال الحاد يعتبر هيفي اكسرسايز؟ لا، ما له دخل، هذا ديزيز يعتبر. اوكي اوكي، زين، شنو عندنا بعد؟ اخر شيء اليورين، عن طريق اليورين، عن طريق التبول، ايش قد ناخذ يعني ايش قد نطلع من الماء بالصوره الطبيعيه النورمال؟ 1400 مللتر بير داي. بالهيفي اكسرسايز راح ايش قد يصير؟ 500. زين، شلون 500؟ احنا مو جايين نسوي هيفي اكسرسايز، ليش بس 500؟ نطلع عن طريق اليورين وعن طريق الكدني عن طريق التبول، شلون 500؟ ليش نزل؟ هو مو كان 1400؟ اذا هو احنا النورمال 1400، شلون بالهيفي اكسرسايز 500 نسوي؟ هسه انا اقول لكم ليش بالهيفي اكسرسايز 500. بالهيفي اكسرسايز احنا ماكو داعي نتبول، ماكو داعي نطلع كميه يورين زايده، كميه يوريه. ليش ماكو داعي؟ لان احنا اوريدي لما نسوي هيفي اكسرسايز وين راح نفقدها؟ راح نفقدها بصوره سهله جدا عن طريق السكين، اللي هو عن طريق السويتنج، اللي توصل الى من؟ الى 5000 مللتر، 5 لتر بير داي. اوكي، فاكو داعي انه اليورين يزداد؟ لا، ماكو داعي، بالعكس راح يقل. اوكي اوكي، زين، فهسه التوتال اوتبوت ايش قد عندنا؟ 2300 توتال اوتبوت مللتر بير داي. هاي وين؟ بالنورمال. اما بالهيفي اكسرسايز ايش قد؟ 6600. هاي الارقام تحفظوهن، الجدول هذا تحفظوه، لا مو حفظ وانما للاطلاع بس، يعني الافضل ان تكونون على علم وعلى او على درايه بهن، وكل وحده ليش صار هاي، ليش صارت 650، هاي ليش صارت 5000، هاي ليش صارت 500، ليش ما زادت. لازم يعني تكون انتو اصلا اذا فاهميهن وفهمتوهن يعني مدرستوهم، انتو اوريدي راح تضل ببالكم هاي هذا الموضوع وهذا الجدول بدون حفظ. اوكي اوكي، يعني هسه احنا ايش قد راح ندخل جسمنا بالحاله النورمال؟ 2300. ايش قد راح نخرج من جسمنا؟ 2300. هو هذا الشيء المهم. اوكي اوكي.